السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في وصفة جديدة على القناة. إن شاء الله تعجبكم ونتمنى لكم فرجة ممتعة. لهذه الوصفة سيدي بتي بان فارسي، دونك نسحقو 500 غرام فارينة، دونك بور لي زانغغيديون 500 غرام دو فارين، واحدة ياورت يعني ديجا فرغتهم هنا، دونك ان بو ياورت، اون بوتيت كويير دو سيل، une grande cuillère de sucre et de la levure. Une grande cuillère aussi de levure. Donc, هنايا خميرة الخبز مغرف كبيرة، مغرف كبيرة سكر، مغرف صغيرة ملح، واحد بو نتاع الياغورت و 500 غرام فارينة. على هادو كاع غادي نزيدو عليهم 4 مغارف زيت، 4 مغارف كبار زيت، دونك 4 كويير ا سوب كويل اون بلوس. Une petite cuillère de vinaigre de cidre, خل التفاح مغرف صغيرة، نبدو نلمو هاد الشي كاع مع بعض، نخلطوه و نلمو لاباط تاعنا بالكاس تاع الماء. نزيدو الماء غير بشويه حتى تلم لنا لاباط، دونك لو راجوت ا فور ا ميزور بو فوا جوسكا سكو اون بو راماسي لاباط. خاصها تكون اون بات لي متلصقش في اليدين، نخدموها مليح، كنلمها انا هنا، نديرلها واحد شوية تاع الماء. البنات عاودنا ولينا باش نبداو نوجدو لا فارس تاع لي بان فارسي تاعنا. دونك بور لي بان فارسي تاعنا اون ا بيزوان دو ان اونيون دو لاي، نص لا موتشي دو بلون بولي هاشي، كورجيت رابي، كاروت رابي، كركمان، اي دو سيل، بوافر اوسي، un petit peu de huile de tournesol et un petit peu de huile d'olive. Donc نعاودو عندنا هنايا حبه بصل، زوج سنات ثوم، فلفله كحله، ملح، كركم، ليكا الاخر الزروديه مرابيه، الكوجات مرابيه، والنص بيض تاع الدجاج مرحي، شوية تاع زيت الزيتون وشوية نتاع الزيت تاع الطير. دونك بو كومونسي، الو بو كومونسي جو فار سا. دونك انا جي ديجا كومونسي ا شوفي، جي ديجا كومونسي ا شوفي لا بوال تاعي. جو في ميت ان تي بو دويل دوليف، et un petit peu d'huile de tournesol. Donc on va mettre un peu de zeytoun.
وشوية نتاع الزيت، زيت عادية نورمال تاع طياب، زيت نوار الشمس ولا دونك. Je commence par faire revenir les oignons. نزيد معاهم الثوم تاعي، هذاكم شوية نزيد نحط عليهم لي بلون بولي، نزيد عليهم داك الدجاج الملحي تاعي، الزدر تاع الدجاج الملحي. انا غادي نجي نزيد ندير له هنايا بغرف تاع الكركم صدم لا كولور، بغرف تاع الملح نزيد شوية، اي دي بوفر libre et dit là le mélange de le poulet spécial poulet mais je vais juste le mordre. On va mettre un petit peu de beurre sur le four au four. D'abord garder nos idos les courgettes tiennent. ولي كاروت ونخلو كلشي يتقلب طيب والخضرة تاعنا طيب، ونخلوها تبرد ومن بعد نفوتو باش نفرصو هنا غادي نزيدو لي كاروت، شوفو فيها نفرص فاسيل مفيهاش متكلفش بزاف. فوالا السلام عليكم البنات، عدنا ولينا لاباط تاعنا هاي اللي طلعت حمرت. نعودو لاباط تاعنا، فوالا ديكازي فوالا ديكازي هكا، نخرج منها كاع دوك الغازات نتاع الخميرة، وغادي نجو افيك ان كوب بات وغاسي دو نبارطاجي ان كوب بات ولا ان سيزو. دونك لا اون فاسيي
Après, peut-être de prendre ça. نديو الحبات تاعنا ندوروهم نديروهم هكا الوغ حنايا اش غادي نديرو ندير غير واحد شويه تاع الزيت باش نحلو فيه لاباط تاعنا نخلوها تريح شويه باش تقدر تحل لنا فاسيلمون نجمو ندو نديرو ان كاري ولا ان ريكتونغل كل شويه طويل باش نخلو بلاصه تاع الحشو وبلاصه الو ندو هاد الجراره ونجو نديرو دي زوفيرتور هنايا ببري 1 سنتيمتر انتر شاكين اوفرتور ما نحلوش هنا ولا سفيرمي دونك لوفرتور تشوفو تجري هنا في الوسط وهنايا غادي نخلو للحشو دونك ندي مغرف انا هنا ماني دايره لا فرماج لا والو اللي يبغي يدير فرماج ينجم يخلطه في يخلطه ديجا في لا بريباراسيون يلا كنديرو توتالا غنزيدو وحده ولا زوج بالفرماج غير باش تشوفو كيفاش نخلطوه دونك فوالا نبدو الحشوة تاعنا نديروه مليح في الوسط ونجو نبلعو ليه نسيي دو فيرمي نديرو برومي تور دوزيام تور ومن بعد نجو هنا فوالا نشوف فيها كيفاش تجي نقدم لكم مليح دونك فوالا البنات راني كملت لي بان تاعي هنا ديت حبه تاع بيض كامله غادي نخلطها ونجي ندير بها لا دورور تاعي
هالو البنات هاني خرجتهم من الفرن.